من الأحاديث أيضا أيها الأحبة التي نتناقلها فيما بيننا وقد يكون لها أثر سيء على أخلاقنا وعلى أعمالنا وعلى التزامنا بعبادة الله جل وعلا، الحديث المشهور الذي نتداوله فيما بيننا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو فلا صلاة له أو لا شيء عليه أو أن يفعل ما يشاء. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء فلا صلاة له، قد يكون هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه، بل إن معناه باطل، لأنه فيه تشجيع أو فيه حث للناس على الإساءة ما دمت أنك قد أسأت في صلاتك. لا أيها الأحبة، من التزم بصلاته عسى أن صلاته ترده إلى الخير والصواب، وصلاته بإذن الله تعالى مقبولة ولو حصل منه ما حصل من الأخطاء والسيئات. أسأل الله أن يجنبنا الخطايا والذنوب، إنه ولي ذلك والقادر.